صباح الخير لميس. صباح النور. صباحه. ليش مو طابب تختك؟ كمان زادت بيجامتك على الأرض؟ يلا حبيبي خلونا نفطر بالأول. لا هلأ ياه. جميلة، لا تنسي تسقي الزريعة حبيبتي. ماشي، أنا سقيت اللي بغرفتي. يسلمه. حتى إذا كتبت لها شو بدي رح تنسى؟ أكيد رح تنسى، رح ترجع تنسى. صباح الخير. صباح الخير للأمورة الصغيرة. حلاوة بالنعنع، سكر، فشطو. على مهلك. خدي الشاي معي. صباح الخير يا بيك. صباح الخير حبيبي. الله يخليك بابا، خليني اشوفها بس لا تخلص، خليني اشوف اذا صارت بتشبهني. صحيح انه صارت تشبهك شوي صغيره، بس صارت عم تشبه العنزه النحيفه اكثر. بلا مزح هلا. الله يرحمه لجدك قديش كان بيحبك. تعيش وتاخد عمره. وين الجماعه؟ لميس خانم وينه؟ مراد. مراد عم يرتب تخته. صار تحت. يا عيني اجا مهند. مهند صار تحت. مراد وين رحت؟ على مهلك. بشير خد الشنطة البنية وحطها على جنب. مهند
مهند. اهلا. اهلين باحلى صباح. كيفك يا بطل؟ تمام. وانت؟ مشتاق لك. على اساس ما بدك تجي للاسبوع الجاي؟ حكيت مع الخانم الحلوة فما حبيت اني زعلها وجيت بسرعة كبيرة. لغيت من اجازتي اسبوع بحاله. كانت حلوة كتير. اها. بتعرف انه هلا صارت تشبه انجلينا جولي؟ مراد عيب. مادموزيل شو اخبارك؟ الحمد لله على السلامة مهند بيك. الله يسلمك. في شغلات كتير حابب اني احكيها. باريس مدينة الحب والعطور. شي بجنن. متوقع هالشي. الحمد لله على السلامة مهند بيك. كيفك جميلة؟ ايه وين العيلة بالحديقة؟ ايه يلا خلينا نعمل له مفاجأة. امشي قدامي لشوف. صباح الخير. صباح الخير لميس خانو. هات لساعدك شوي. والله تقيلة. تركي انا بشيلها. يسلم. انتبه اطلع على مهلك. حزروا مين اجا؟ حزروا. مهند بيك. كيفك عمو؟ الحمد لله على السلامة. والله فقدنا الامل منك. هاتفك على طول مسكر. شغلت لنا بالنا. اتصل شي مرة وطمنا. والله الحق معك يا عمو. كان فيه يتصل على حسابنا حتى لو ما معه مصاري. مظبوط. الامورة كيفك؟ بعد عني لا تبوسني. لئيمة. لميس ضايع قدامي. أول ما شفتوا بعض بلشتوا بالخناق. ظاهر إنه السنفور عم تغار مني. ودخلك على شو بدي غار منك؟ أنت مقضية عطل كل الوقت وما عم تشتغل أي شيء. نهال. ليش عم بيقلي سنفورة؟ انتبهي كيف بتتصرفي مثل البنات الصغار. أنت صغيرة ومغنجة كمان. وأنت كمان حاجتك. ماشي ماشي أنا آسف. مراد حبيبي ليش ما بتقعد هون؟ الهدايا بالأول. إيه. وين الهدايا؟ جبت الهدية معك؟ أكيد جبت لك يا سبع. أكيد جايبه من شي استراحة بتوزع البلاش. شو عرفي؟ شرف سبع. شكرا. يسلموا. عمي الغالي. هديتك. يسلموا إيديك. لميس خانو. جبت لك بذور. هالبذور فيك تزرعيهم بشي مكان بالحديقة. يسلم إيديك يا مهند. كنت حابب جبلك باريس بمحلاتها وترابها وناسها بس هذا اللي قدرت جيبه هلا. شكرا كتير. هذا لطف كبير منك. سنفورة هي هديتي. حل عني ما بدي شي منك. شو ما عجبتك؟ فرجيني اياها. تمام. خلص عم بمزح. جبت لك علبة بارفان. ما بدي شي منك. لا تزعليني. ليك والله بضربك. والله بضربك. فوت يا ابني فوت. من الصبح طلعت جوعان وما فطرت. فوت كلك شي لقمة. شو رأيك صب لك الأكل بإيدي أنا؟ ما في داعي تعذب حالك. أنا بصب لحالي. لساك سخن ها؟ خلص بابا أنا بسكب له. ليش حضرة جنابه ما اجاب تاكسي من المطار؟ اكيد ما معه مصاري. اكيد مخلص بطاقات الائتمان على اخر لحظه. مزبوط. لانه نحن وجايين جاب ورد وخلاني انا ادفع حقه. دخلك لمين عطى الورد؟ لفيلا مالك بيك. هدول الانسه بيسان. ماشي يسلموا ايديك. أنا هلأ ما بقدر أترك هون. يا دوب وصل على الأوتيل بالتنتين. خلي الورد رح أخذها بالبطاقة من هالجهة. بدهم يقعدوا مع أخين أهل العريس. والورد خليه يوصل على هون. طيب ومن هالجهة؟ تفضل. هذا الورد إلك يا خانو. يسلم. Thank you.
قريت بالجريدة إنه بدك تتزوجي، مزبوط؟ مزبوط. هداك الزلمة؟ نهاد بيك. بلا، أنت بتعرفه. أنا لازم أمشي مهند عن إذنك. هذا الزواج ما رح يخليكي تنسيني بحياتك يا خانو. بس أنا نسيتك من زمان يا سيد مهند. رح نشوف كيف ما طلعتي رح تشوفيني. أنت بس أمريني يا آنسة. اشتقت لاسطنبول. لاسطنبول ولا لصبايا اسطنبول؟ يلا حبيبي صار وقت البيانو. يا الله شو بصير اذا ما تدربت اليوم؟ نحن عشو اتفقنا بالصيف كل يوم في تدريب. يلا. لسه ما شفت مهند منيح. مراد لا تعذب لميس خانو. شكرا كتير عدنان بيك. يلا 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 يلا. رحت على محل ما بعتك؟ السيد دوكتون انتقل على جنوب فرنسا من فترة. ليش عم تكذب؟ انت اكيد لا رحت ولا حتى اتصلت. والله رحت، اقسم بالله رحت. ما في ولا ختيار ساكن بالبناية، الرجال منتقل وما له اي عنوان. يا الله شو هالزلمة بابا؟ معقول في هيك قلب؟ اوعك تحكي هيك قدام لميس خالو. معقول احكي؟ حتى العنوان اللي كاتبته اخذته منه بدون ما تحس، وما رح خبره انه بعدت نوار ليدور على ابوه. هيك احسن بلا ما تتأمل على شي فاضي. بدنا نروح على العرس؟ وانت بدك تروح؟ ها بيصير عرس بدون مهند؟ انت المفروض ما تروح على العرس يا ابني. مزبوط. عمي انا صار لي زمان نسيان القصة. هو هو ست شهور. لا تخافوا بيسان، من اعز رفقاتي اللي بحبهم كتير. بعدين مين بده يرافق نهال إذا أنا ما رحت؟ أكيد بابا. أكيد رح تروح يا بنتي. بصراحة مو جاي على بالي، أنا بكره العجقة كتير. طيب فكري منيح وبعدين قرري شو رح تعملي. لوين؟ عندي شوية شغل بدي غير ثيابي وأطلع. يلا سلام. مع السلامة يا عمو. عجبك زعلت الرجال؟ ليه؟ بعد كل هالعمر قرر يروح على عرس؟ مانك شايفة كيف متلبك؟ رح تتركي المسكين لحاله؟ خلاص رح روح. معناها جهزي حالك لتكوني أحلى صبية. بكسر إيدك مرة تانية، دير بالك. أهلا وسهلا مدام. بيسان خلصت لبس؟ لسه عم ترتاح. إيشو هاد يا ربي؟ أهلين فيروز خانو. رحت تفرجت على التحضير. عجبك؟ بس لسه مو بلبسي المقاعد كلها. شفت غطى الطاولات. والله ماني عارفاني، بس مو مثل يلي بالصورة. بس تخلص رح تكون أحلى. رح نشوف. أنا طالعة أرتاح شوي فوق وبعدها رح نشوف غطى الطاولات. تمام فيروز خانو. كاتيا جيبي لي حبوب، بلش راسي وجعني. أمرك مدام. قبل شهر العسل في عزيمة يا بيسان. الشنطة بتتجهز، اتركيها هلأ ما بقى في وقت. ماشي ماما. الكوافير والمكيال رح يجوا لهون؟ ايه؟ وهنيك رح بيكون في حدا تاني مو هيك؟ وبعد ما تنزلي من اليخت بدك مكياج تاني أكيد، وبعد السهرة كمان رح يلزمك مكياج. طيب نهاد وينه؟ ليش ما نهون؟ وعلى الفندق ما راح؟ ليش مبينين إنه الناس مستهترين؟ يلا اتصلي فيه أحسن ما ننفضح قدام الناس. يلا حبيبتي.
وقت ما تسمى عليك. هي اللي اسمها فيروز جابت اخرتك ولزقتك ببنتك. بابا رجاء بلا هالحكي. وهلا طلع لنا الولد كمان فوق راسنا. بابا مشان الله خلاص، هاي بيسان عم تتصل. الا اذا ما بدها توقع اتفاقيه الزواج ما رح اسمح لك تتزوج ابدا، فهمت حبيبتي؟ نهاد وينك؟ ليش ما اجيت لهلا؟ عم زبط الامور يا حياتي. ما رح تروح على الفندق؟ رح مشي الامور من هون، لا تخافي. ليكي انت لا تشغلي بالك باي شيء هلا، وانا بس خلص شغلي بيجي وبشوفك. ماشي؟ ماشي. بموت فيكي. بموت فيك. شو قالت لك؟ خايفين انه نتراجع؟ بابا رجاء اذا رح تضل تحكي معي هيك بحمل حالي وبمشي. ليك ولا هالبنت لازم توقع هالاتفاقيه بعدين انقلع وين ما بدك، يا اما والله بتبرى منك، فهمت؟ نهاد وقف. حلمي اهدى شوي. نهاد يا ابني نحن مو ضد بيسان، وانت بتعرف قديش منحبها. انا ما بحبها لانها ضحكت على ابنك الغبي وخلته هي وامها يتزوجها وهي حامل. مو مزبوط، انا هيك بدي. انا ما تركتها تنزله. شوف قديش لعبانين بعقلك الصغير، كله من امها الحية الخبيثة. بابا بابا ربطوا لك ايديك ورجليك وخلوك تقعد خادم إلهم. هلا اذا توقعت هي رح يرتاح ضميرك؟ رح نخلص من هالقصة؟ ها؟ رح تحضر العرس؟ اول شي خليها توقعها بعدين بقرر. ضغطت كتير على الولد. خليه بيستاهل، جمعت كل هالثروة مو مشان تجي وحدة تاخدها على بارد المستريح. مو انا يلي بيتاكل لحمي، انا لحمي مر وعظمي قاسي. هذا كله من عرق جبيني. أروى خانم على الخط. هاتي حبيبتي. ايه عجبها كتير، طالع بجنن بتجنن. تسلم ايديكي، شي بياخد العقل بيطير العقل. اكيد البدله رح تكون حدث الليله. يسلموا ايديكي. اه طبعا بشطارتك حبيبتي. ناطرينك المسا ماشي. اه اروى حبيبتي على راس الشهر بصفي لك حسابك كامل. ايه حبيبتي ان شاء الله بتسلمي لي. بعرف بعرف، بس يشهد الله انه خلصوا. تسلمي حبيبتي، تسلمي. بشوفك المسا. خدي من ايدي، ومين ما اتصل انا نايمه بدي ارتاح شي نص ساعه. بامرك مدام. سمر بغرفتها؟ لا طلعت من الصبح وما رجعت. يمكن راحت تزور قبر المرحوم مالك بيك. مرحبا. أهلين يا خالو. دائما بنلتقي هون. شو بدنا نعمل؟ قبر مرتك لقدام شوي مو هيك؟ ايه مو بعيد. انت كل يوم بتجي؟ فيك تقولي هيك شي.
أنا لهلأ مو مصدقة إنه بابا مات. بعد فترة رح تصدقي ورح تحسي إنه هو رفيقك القريب اللي بنحبه بيبقى محفور بذاكرتنا طول العمر، والإنسان بيتعود. رح تتعودي بس بدك شوية وقت. 28 يوم لسه بكير. يا ستي قال السيد مهند رح ينام. خلينا بركي بيكبر. قال بده يريح حاله شوي ليروح المساء على العرس بنشاط. انت شو رح تلبسي؟ ما بعرف. البسي الطقم الأحمر الطويل هذا كتير بيلبق لك. بس شو؟ هاي مجنونة. لك بنتي ليش ما بتطلعي مع المدام وبتشتري لك شوية غراض؟ ايه ما صفي عندك شي تلبسي؟ بصراحة أنا مالي حابة روح. ايه أحسن، معناه المساء بنتعشى سوا ومنعمل مشاوي، مزبوط عم سليمان؟ إذا بدها الأمورة لعيونها. إيه تكرم عينك. وأنا بدي. مو أنتي يا بنتي الحلوة، مو أنتي، قصدي الخانم الصغيرة. إذا بدك لا تروحي نهال، قولي لأبوكي ومن نادي للمدام لميس وهيك بتكمل. إيه والله بننبسط كتير. بس أنا مو حابة أترك بابا لحاله. روحي روحي، من وقت اللي ماتت أمك ما راح أبوك على أي مناسبة. من وقت اللي ماتت ماما مزبوط. روحي يا حبيبتي، روحي روحي وجيبي شوية أخبار لجماعة المطبخ. أستغفر الله العظيم، إيه هاي شهيرة، إذا بعدتي عن السرسرة شوي تفقع بطا. إيه علمونا بشير. معاذ الله يا ست شهيرة. يا ترى كيف شكل بدلتها؟ عم يقولوا انها فصلتها بفرنسا وقماشتها تقيلة كتير. وين ما تفصلها تفصلها، وعم يعملوا لي عرس لا حيا ولا خجل. لسه 40 مالك بيك ما مرق الله يرحمه. ايه مزبوط. والله كان رجال مقدر ومحترم، ما قدر يتحمل جنان وخيانة مرته الخبيثة. مرق حقودة ولي على عيونها جابت اخرته لهالزلمة بسرعة. ما بيصير عيب. ليش ما بيصير؟ الكل بيعرف. واحذري لسه شو عم يقولوا الناس. ما بعرف شو عم بيقولوا. شهيرة خانم شوفي شو وقع على الأرض. لسانك يا حبيبتي ضبيه. اسمع سليمان. لا انت اسمعي، شو هالحكي اللي عم تحكي قدام صغيرة؟ هلأ نهال صغيرة صارت صبية. تسلم بشير. هذا الصح. ليكي حبيبتي نهال، هلأ احكي مع أبوكي وبلا ما يروح على العرس. ايه حسبنا الله. انت لا تتدخل. ليش؟ الذنب برقبتها وحدة، فيروز خانم حاطة عينها على عدنان بيك وعم ترسم لتوقعه. شهيرة صحيح الحكي؟ أنا هيك حاسة. تروح تنقلع، بابا ما بيقع بأي مرة. ما بيقع ما بيقع، بابا لسه بيحب ماما. طبعا بيحبها يا بنتي. بعدين بابا ما بيزعلني. أكيد ما بيعملها ما بيعملها. صار وقت درسي، لروح جهز حالي بالما تنادي لي مدموزيل. ايه روحي يا بنتي روحي حبيبتي. معقول؟ شو هالحكي اللي حكيتيه قدام البنت؟ ايه لازم احكي لها حبيبي، خليها تفتح عيونها احسن ما تخسر ابوها. عدنان بيك اكيد جاي مو هيك؟ خبروه مرة تانية بده يجي مع بنته؟ تمام، وين رح تقعدوا؟ فرجيني لشوف. قعدنا هون هون. لا عدنان بيك بيقعد على طاولتي جنبي. مثل ما بدك بصير. والمرافقين خلوهم بالصالون. اهلا وسهلا. اكيد اعكن يصير اي غلط اعكن. بأمرك فيروز خانو. واخيرا شرفتني هاد بيك، لنكون نسينا نبعث لكم كرت دعوه. عجقه العرس ونحن ما عم نركض مشان شي تاني. بيسان بغرفتها؟ ايه بغرفتها. تفضل. بيسان حبيبي عم بعمل مساج. آسف خلصت.
من وين هالورد؟ بعتينه من المكتب. ممتاز. خلص بكفي هلا. بتحبي اني ساعدك؟ لا روحي انت. بتعرفي ماني مصدق امتى اشوف هالفستان عليكي. المسا بتشوفه. مبسوطة؟ اكيد. وابني؟ اكيد هو مبسوط كمان. امك وابوك جايين ما؟ ليك اذا ما اجوا امي رح تعمل فضيحة. بشرفك نهاد لا تقول انهم مو جايين. بدهم يجننوني. شوفي خجلان اني احكي لك. ليش؟ ابي مصر انك توقع على اتفاقية الزواج. مجهزة عند محامي. نزع لي مرائي من عبكرة الصبح. نهاد الرقم تبعكم لسه مو واضح على القائمة. أنا عطيته القائمة. شو هالورقة بيسان؟ ولا شي. نهاد معك ألم؟ قلت لك شو هاد؟ ماما لك شو هاد؟ هالشغلة بتصير يوم العرس يا سيد نهاد؟ أنا مالي علاقة، بابا هو اللي روح قله لأبوك. هي اسمها إهانة. هي إهانة ومو شي تاني. ماما بترجاكي لا تتدخلي. أنت غشيمة شي؟ كيف بدك توقعي بدون ما تخبريني شي؟ أنت من عائلة مالك أغلو الكبيرة. أنت وريثة مالك أغلو. أصلاً نحن لازم نخلينا يوقعوا اتفاقية. عيب والله عيب. أنا آسف بس أنا مو طالع بإيدي شي، أهلي هيك بدهم. هالاتفاقية ما رح تتوقع أبداً طالما أنه بينت نواياهم. خليهم معناها يحكوا معي بالأول. ماما بترجاكي. لأني ساكتة ومو طالع صوتي ولأني مرة وحدانية. أنا مستحيل أقبل هيك إهانة. إذا حاطين الاتفاقية شرط للزواج خليني قلك ما رح تزبط. وبلا ما يصير هالعرس من أصله. كاتيا كاتيا. حبيبتي أنا آسف. أنا كتير آسف. أمك معها حق. يا ريت ما جبت هالورقة معي. يا ريتني شقيتها وكبيتها قدامه. كاتيا كاتيا كات. سمر لسه ما رجعت؟ لا يا ستي. وين تليفوني؟ جيبيه بسرعة بسرعة. أنا بفرجيكم. شكراً كتير عدنان بيك. شو هالحكي؟ أنا اللي بتشكرك. أنا ارتحت كتير بشوفتك. شكراً لوقتك. عن إذنك ماما. طبعاً أنتم متلبكين شوي. هنن متلبكين مو أنا. راح تشرفنا؟ فيروز خانهم اجت شخصياً لعندي وعزمتني على الحفلة. عيب إذا ما أجيت. معناها بشوفك. قولي إن شاء الله. نعم. وينك انت؟ انا قدام الباب عم ودع عدنان بيك وجاي. عدنان بيك؟ هو وصلني على البيت. وينه؟ راح. ليش ما قلتي له يدخل؟ ما بعرف، ما خطر عبالي. وين التقيتوا؟ بالمقبرة. جاي على الحفلة لا تخافي. هو اللي قال لك؟ منيح. بيسان بدي تبدل ثيابها. انا بعتذر مره تانية. انا قلت لها لبيسان حتى اذا راح يتخلوا عني انا ما عاد يهمني. المصاري ما بتهمني. انا بدي بيسان. لكن عم يهددوك بهالشي. معناتها هن ضد هالجازب بكل الاحوال. ما فارقه معي. تعالوا خلينا نحكي شوي مع بعض. بعد إذنكم تركونا لحالنا شوي. تكرمي خلونا نطلع.
الشغلة كبرت والوضع صار خطير. أنا عم فكر ببيسان بلا ما ينتزع مرأة حرام. أنا حكيت معها هلأ، أنا ما عاد في شي بالعالم بيهمني غيرها هي. أكيد ما في مشكلة إلا إلى حل. عندي عرض لأبوك، حتى وإن كان ما رح يبسط الطرفين بس على الأقل ما بيزعل حدا. شو هو؟ مدام أهلك مخهم مادي وعم يحسبوه على الأساس، فما حدا بيوقع على شي بدون ما يكون في ثقة، مزبوط؟ أنا مضطرة أحافظ على حقوق بنتي. قديش بدك فيروز خانم؟ هلأ بلشنا نمشي صح. ماما عملت لي بدي إياه، نزعت لي أحلى يوم بحياتي. ما فيها ترتاح بطريقة تانية. لا تبكي، لا تشمتيها فينا. ما كانت هيك، والله ما كانت هيك. طول عمرها هيك، بس نحن اللي كنا صغار. كاتيا، كاتيا، كاتيا. نعم يا خانم. قولي للكل الساعة 2 رح يقبضوا رواتبهم على آخر فرنك. شكراً كتير إليك يا مدام. كأنه عايشة للنكد وبس. حقد علينا حقد العمى، لك نحن عملناها إن مشان هيك كانت بتكره بابا لأنه هو بده أولاد، وهلأ أنت عم تعامليها كأم وست بنفس الوقت. فيروز خانم عم تكبر بالعمر مرتين، الست أمك شغلة مو معقولة أبداً. أنا عم أكرهها. بابا ماما هون. ما قالت لي جاية. ليش نحن قلنا؟ لأنه جايين على المزرعة. في شي بابا؟ انتي ضلي بالسيارة. بابا شو في؟ انتي خليكي بالسيارة. سامحة طول عمري وحياتي. بيسان خانم، الكوافير والماكير وصلوا منتظرينك فوق. طيب لاحقتك. اليوم آخر يوم إلك ببيت فيروز خانم، رح ترتاحي. بس رايحة من سجن لسجن تاني. لشو هالحكي؟ أنا بحبني هاد. من 6 شهور كنتي عم تقولي لي نفس الحكي على مهند. مهند صفحة وطويتها، خليه يضل عصفور طيار. شو عم تعملوا؟ رح تجوا المساء على العرس؟ طيب بمرق عليكم ومنروح سوا. يلا سلام، باي. يعطيك العافية بشير. تسلم. كتير حلو، شي بجنن. اسم الله عليكي، انتي عن جد أزهلتيني يا خانم.
سبحان مين يغير، أنا كتير متفاجئ والله. لا تأكل بعقلي حلاوي، شو بدك؟ لا، تعرفي إني عم بمزح يا حلوة. بس عن جد عزفك كتير متحسن، ما هيك؟ أخيراً حكى جملة مفيدة. على مهلك، يمكن بفرنسا تعلم أصول البروتوكول. مين مهنة؟ أكيد قضاها بالكازينو. ها عم تعطي علي كتير. ها خلص درسكم؟ لا لسه عنا نص ساعة، بعدين هذا اسمه تمرين. ايه ممتاز، معناتها ممكن اسرق الأمورة شي لحظة؟ بعدين مهند مو هلا بدي اتدرب. ايه ما رح اكلك. ليك اذا بتتغلظ علي هالحكي بدي... عيب. تعالي شوي بقى. اكيد بدك مصاري ما هيك؟ اسمعي شوي، انا قديش متدين منك؟ بدك ترجعون؟ لا انا ما بصدق. قصدي انت دعميني اليوم وبينوبك ثواب، وراح رجع لك اياهم بفوائد بوعدك. قديش بدك؟ مو كتير، شي خمسة، ولا اقول لك قد ما بدك. قديش اخذت من مراد؟ قلي الصدق. ما قدرت تشوفه، يمكن رايح لعند رفيقه. يسلموا ايديك. واصلي حاجتك. يا ستي مهند ولد مثل مراد، بتعرفي هالشي؟ اخذ منك مصاري؟ ايه دفعت قطاوي. عم يستغل محبتكم كل حياته، مصدق حاله محبوب. بشير بشير، انا رجال صادق واذا وعدت بوفي، وهي كمان فوائدهم. مو مستاهلين. هذا حق خود. اهلا وسهلا عدنان بيك. كيفك سهيلة؟ صارت بدلاتكن جاهزة يا بيك. تسلمي سهيلة. وطالعت لك قميصك الجديد كمان. يسلموا ايديكي. تعرف انه الكلمة تلبك اكتر منك يا بيك؟ هيك مبين. تعال نحكي شوي، خلينا نقعد لنحكي كلمتين نضاف. يلا. عود. ايه كيف سفرتك؟ رحت لهنيك، شفت رفقاتي بباريس، قضينا كم يوم سوا، بس كانت قعدات مفيدة. وبعد كم يوم رحت على لندن، كمان شفت رفقاتي وعملت كارول، بيرجيت، جانيت، جاكلين. لساتك شاب ومن حقك تروح وتنبسط وتعمل علاقات وصداقات. بس بشو عم تفكر؟ كيف يعني؟ ما صار وقت الالتزام بالشغل هلأ؟ صار عمو لازم. بس شو لازم اشتغل برأيك؟ بلش بالشغل بشي مصنع مثلا. بعرف بعرف يا عمو، بس أنا مفكر أدرس هالفترة، ما صفي غير شهرين للجامعة ولازم جاهز حالي للامتحان الجاي. يعني بدك تخلي السنة تروح هيك؟ لا عمو، هاي السنة رح أخذ الشهادة ومحضر حالي. بس نحن صلنا نص السنة ويمكن الوقت تأخر. عندي إرادة قوية ناوي عليها، أنت تطمن، ما رح خيب ظنك فيني. وبوعدك وعد شرف، بس أخذ الشهادة دغري رح أستلم المصنع. طول بالك. شو هي أكلة خس؟ بدك تطلع على الدرج درجة درجة، مو تنط 10 درجات لترجع 40. أنا عند كلامي. بعتذر. خذ راحتك، تفضل احكي. الو حبيبي. ليش ما عم تتصل؟ حبيبي لسه هي وصلتي، لسه الشنتاية بإيدي. مو على أساس الصبح جاية؟ الطيارة تأخرت. أنت وينك هلأ؟ بالبيت.
ناطرتك. اليوم كان عندي موعد لغيته لأنك بدك تجي. يلا. تمام حبيبي، تمام، مشوار الطريق وبكون عندك. ناطرتك. أنا جاي. يعني ليش بده يروح على العرس؟ بعرفه ما بيحب العشقة، أكيد رح يتضايق. لأن هاد اسمه واجب حبيبتي. وبس من رح يرجع على البيت. كملي. هلأ رح يصير بطل الحفلة ولحقي على صور مجلات، وخدي بقى على علاك فاضي بيهز البدن. كملي هالمعزوفة وخلص. وإذا هديك المرة وقعت بابا مثل ما قالت شهيرة؟ نهال شيلي هالأفكار من راسك، ظاهر إنه عم يلعبوا بعقلك جماعة المطبخ. بركي كلامه مزبوط. يعني ليش هلأ بهالوقت؟ ليش لازم يروح على هذا العرس؟ صار كتير عراس وصار عزايم أكتر. ليش بده يروح على عرس بنت فيروز خانه؟ وليش هي إجت بذاتها لحتى تعزمه؟ هالشي مبين رامي سنارتها. طولي بالك، طولي بالك. لا يروح نهال. لا يروح نهال. عم اهلك نهال. شو صار لك نهال؟ خلصنا بلا ما يروح. نهال لا يروح. نهال لا يروح. نهال, نهال روح شوي. لا يروح. نهال وقفي. عدنان بيك. نهال نهال تعال بسرعة. نهال غميت غميت لغرفتها. يلا بسرعة. جيبي مي. في بغرفتها يا سيدي. شو صار؟ ما في شيء، لا تخافي. على مهلك على مهلك. نهال بعد لي. نهال أعطيني مي بنتي. نهال بابا شو صار؟ وقعتي وأغمى عليكي. وانت من وين عرفت؟ ما كنت موجود. أيوة تحسنت. ما فيها شيء، يعني أنا رايح. منيحة بشير، لا تخاف علي. يلا منيح، فيكن تروحوا هلأ. كانت عم تتمايع. مهند معه حق، عم تتغنج مو شي تاني. وانت شو عرفك؟ كيف صرتي هلأ؟ منيحة؟ سيئة بابا. روحوا. لا تروح على العرس. حاسة بشي يا بنتي؟ ما بعرف، خليك جنبي لا تروح. نهال حبيبتي بلا ما تروحي اليوم على العرس، ارتاحي، ما بتعرفي شو بصير، بس البابا لازم يروح. اتركي. كتير مهم لك هذا العرس؟ أكيد ما نو أهم منك يا حبيبتي. إذا ما لك حاسة حالك منيحة ما بروح. بس تنام شوي أكيد رح ترتاح، ما في شي بس إرهاق. والبابا لازم يشوف رفقاته ويسهر معهم، صار له زمان ما شافهم. ما هيك حبيبتي؟ شو رأيك؟ موافقة يا قلبي؟ يلا خلي أبوك يرتاح كمان. أنا منيحة. خلص بابا روح. لا تقلق، أساساً عم سليمان رح يساوينا المسا مشاوي، كلهم جنبي لا تخاف علي. بعدين هيك ما بترك مراد لحاله. يلا ارتاحي شوي. لا تخاف أنا ما بتركها. أحياناً بحسها صارت كبيرة، وأحياناً بتكون مثل الطفلة الصغيرة. لساتها صغيرة.
مظبوط. اهدي شوي يا بنتي، شبكي ممغوصة شوي. سمر، اجا المنقذ تبعي. اشربي لك شي كاسه بترتاحي. ماما انا حامل. ايه مزبوط، مع الاسف. كانه رايحه على عزا يا سمر، ما لقيتي شي شغله تانية تلبسيها؟ منيح اذا عاجبك، ما في مشكله. نهاد بيك وصل. بيسو خليكي هون شوي، خليني شوفه انا بالاول، بس ناديلكم تجوا وراي. طالعه حلوه وبتجنني. عقبالك حبيبتي، لو تعرفي قديش متوترة قلبي رح يوقف، خايفي تعملها شي بآخر لحظة. لا تخافي الست فيروز بتخاف من الفضيحة، لهيك ما رح تعمل شي. لازم روح على الحمام. خليني ساعدك. لا خليني لوحدي شوي. طيب سمر عملي لك طلة، لا تخلي أمي تنفرد ابني هذا على جنب، الله يخليكي. ماشي إن شاء الله في إله رصيد. لا تخافي. ماني خايفة. هاي المساومة رح تضل بيناتنا نحن الاثنين. ما بتجيب سيرة الشيك لحدا بنوب، وبيسان ما بديها تعرف. بيسان معها حق، عملت يلي بدك اياه. وانتي كمان ما لازم تقولي لحدا، ما بتحبي تزعلي اختك مو هيك؟ لا تخبري يا شي. لا تطلعي هيك فيني، عملت هالشي لمصلحتنا، عائلة السيد نهاد أجبرتني على هالشي، هدوك إلن حق يطلبوا ضمان منا وأنا مالي حق. يلا خلينا نشرب كاس، لازم نحتفل بهالاتفاقية. يلا يا عريس يلا. بابا ما بيعرف إني دفعت لك هالمبلغ. هاي مشكلتك. لازم روح على صقلية مشان تصوير الكتالوج. تعال معي حبيبي. لسه ما قعدت منيح، بعدين ما بيصير اترك عمي لوحده. اعطيني حجة مقنعة اكثر. يا الله شوفي تأخرت كتير. لوين رايح؟ عندي عرس يا روحي، لازم روح وحضر حالي. بدك تحضر عرس بيسان أغلو؟ حبيبتي لا تخافي، مو أنا العريس. لا تخاف رح تصير. شي يوم بدك تقوم من حدي وتروح على عرسك. طالع حلو كتير نهال. ماشي الحال. عم تحكي هيك بس لا تنزعلك مرأك، لا تصدق. طالع بتجنن. بابا أنا أيمتى رح ألبس هيك طقم؟ ما بعرف، يمكن تلبسه بعرس أختك. يمكن أختي رح تعنس. مهند اللي عم بيعملك هالشغلات؟ مزبوط.
أنا مشان ما أتركك لوحدك ما رح أتزوج ابنه بابا. وأنت إذا بدك بتلبس هيك طقم بعرس حدا تاني. مين يعني؟ مثلاً عرس لميس، ويمكن جميلة، أو بشير، ويمكن عرس بابا. عنا عزابية كتير. شكراً يا روحي. شو هالحالة كله؟ بيسان حبيبتي، بالأول في عنا شغلة صغيرة. فكرت منيح واقتنعت بكلامك وموافقة أنك توقعي على اتفاقية الزواج. عن جد؟ أنا لساتني عند كلامي يا بنتي. شو ساوي؟ مشان مصلحتك بدنا نمتص هالاحتقار جواتنا. وقعي يا بنتي، وقعي مشان يخجلوا يلي عم يطلعونا بعين صيادين السروات. وهاد رأيي. مادام بدك تقبلي، ليش زعلتيني؟ لمصلحتك. شكرا لك. أتمنى لكم السعادة. ألف مبروك. عقبالنا مو هيك؟ ما ضل عزابية غيرنا. ما عرفت كيف مسكتها. لازم بإيد البنات. رجاء لا تصوروا، ما بيصير هيك. سمر خدي من إيدي. سهلا مهند. شكرا لك. ما عرفت انك رح تجي، مفاجاه حلوه. بتعرفي اني بحب المفاجات كثير. ليش تاخرت؟ كان عندي شغله خلصتها واجيت. كثير طالعين حلوين ولابين لبعض. نظرات البنت تخلي الواحد يجمل. باينتا حبتني كتير. مهند اخذت محلي؟ عفوا. ولا يهمك، عود رجاء. انتو اهم ضيوف إلنا بهالحفلة. شكرا لك. انا رح اقلن
طالعوا الصحفيين مشان تاخذوا راحتكم. مراد تعال هون. عم اطلع على الالعاب الناريه. خلص وما عاد في شيء هلا، تعال هون. زدتوا كل هالمصاري على الفاضي، شو صار؟ طارت بالهوا واختفت بس. هيك هن الاكابر، مشان فيروز خانم تمشي وتتمختر قدام الناس. مراد حبيبي خليني اسكب لك بصحنك. اعطيني انا بسكب لك. بلوزتك رقيقه هلا بتبرد. ما في برد، الجو حلو، لا تخافي ما ببرد. اللحمات اجوا. تفضلي يا أنسة. سليمان تعود معنا يا باشا. جاي جاي. جمول حطي الفليفلة على جنب. يسلم إيديك، طيبين. إيه أهلا وسهلا. برافو عليك يا بشير، منيح اللي اقترحت شغلة هالمشاوي. القعدة حلوة كتير بوجود نهال طبعا. بابا رح يندم كتير لأنه هالقعدة راحت عليه. أكيد رح يندم، هلأ بتشوفه. أنا اللي بعرفه عدنان بيك هلأ بيجي. وإذا ضل هنيك فالسبب هو مهند بيك. مهند إذا ما رقص مع كل البنات اللي هنيك ما بيرجع. تم 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 تم. كيف بيعزم البنات؟ شوفي دموزيل، ممكن تسمحي لي بهالرقصة؟ أفيك بليزير مسيو. وقف يا ابني، خلي المخلوقات كلها لقمة. تم 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 ترارارام رم. يلا بشير. انت ازوم شهيرة على الرقصة. يلا حبيبتي، انا ما بعرف ارقص هيك، بس دبكة انقرة على الدقة ونص ما بعرف شي تاني غيرها. لو تشوفي كيف بيدبك بيطير العقل. هلا بيفتل راسه يا ابني على مهلك. شوفوا ما شاء الله الاولاد شو مبسوطين. لك العرس هون، ارقصوا. برافو. ايه بس اللحمات بردوا يا جماعه. شو بكون؟ تعوا كلوا وبعدين قوموا ارقصوا. ما حدا عم يرد علي. حبيبتي تركي الولاد على راحتهم وبلا نق هلا. ألف بابا، شكرا لك. تتهدوا. شكرا لك. بتمنى لكم السعادة. ألف مبروك. تسلم مهند بيك. ناقصكم شيء؟ مو ناقصنا شيء، شكرا. اسمحي لي بالرقصة؟ طبعا، عن اذنكم. نيسان طالعة بتجنن. ما شاء الله عليها، ما شافها مالك بيت. نصيب. ما صار له شهر متوفي. شو بيساوي؟ صار له زمان ناطرة البنت. ايه والله مزبوط. مجبورة. ايه والله مجبورة. صار مثل ما قلتي بالضبط. عم تحكي جد؟ طبعا. هالسرعة هي.
أنا بكرهك، بكرهك وما بطيئك، صوتك ونظراتك ولمستك، ما عم أتحملك. بحياتي ما حبيتك، ما كنت سعيدة معك، ما قدرت تسعدني، ما عطيتني ولا شي طلبته، لا مصاري ولا سعادة. بعمري هاد خليتني جيب بنتين، نزعت لي حياتي كلها، انت خربت حياتي، خليتني أسيرة لبناتك. بكفي اسكتي. لا ما رح أسكت، سرقت لي السباية، ما رح أخليك تسرق حياتي، من حقي أعيش مثل ما بدي. بكفي. ما رح أخليك تتهنى أبدا، بدي حاسبك على كل سنين حياتي. عملك بكفي، بكفي. حل عني بقى، روح وتركني بحالي، ما عاد تفرق معي. مالك؟ مالك؟ بابا. انت نعست؟ يلا قمنا. لا ما نعست، ليكي انا كثير نشيط. ايه واضح. مو عساس بابا رح يجي فورا، ما اجا. بيكونوا ما خلوه يجي. خلونا نحن نروح لعنده. خلص بقى، ما منفوت لجوا، منطلع من بعيد. خلص، خلي بشير ياخدنا باليخت، منطلع من بعيد. يلا حبيباتي لا تخلوني عصب عليكم هلا باخر هالليل، خلص بقى. ها اختي بترجاكي، يلا خلينا نروح. اذا بدكم فورا بجهز اليخت، وهذا جاي على باله يروح كمان. اختي من شان الله. شو رايك لميس منروح لهنيك؟ يلا. ما بصير، بلكي حدا شافنا. منطلع من بعيد، ما منقرب ابدا، اساسا في قوارب كتير هنيك عم تتفرج، منفوت بيناتهم. يلا. هي يا الله رح نروح. انا رح جهز اليخت. وانتو قوموا. نحن راحت علينا يا بنتي، انتو روحوا وانبسطوا. جميلة امي معنا. يلا جميلة خانم قومي يلا. خلونا نلبس أحسن ما نبرد. شكرا على السهرة الحلوة. أهلا وسهلا. يلا وانتي روحي كمان، أنا بضب هدول الغراض. هتاري الكل حابب يشوف شكل فيروز خانم ونحن ما عنا علم. بيسان البدلة لابقتلك كتير. شكرا إلك. البيبي مو مبين كم شهر صار؟ شهرين. بحسده لجوزك كتير، يا ريت لو كنت العريس. الله ستر. شوفوا قديش في ناس كتار هون. يا سلام شو حلو، ارفعوا الأشرعة. يا سلام يا سلام. مراد انتبه هلأ بتوقع. بتحبي ترقصي؟ ليش لا؟ أنا اللي أصريت، شو بدي ساوي؟ ما فينا نستنى أكثر. مين بيحب يطلع بالناظور؟ أي أنا. على مهلك. أعطيني أنا بدي شوف. وانت
انت هربت كمان؟ من زمان ما دخلت هالعجقة. من يوم جنازة بابا ما شفت هاي العجقة. تفاجأت كتير بيلي عم بيصير، العرس والناس، كيف بينسوا بهاي السرعة؟ ما حدا بينسى، الكل بيتذكره. بيسان أكيد عم تتذكر أبوها، متأكد إنه عيونها عم تدور على أبوها مثلك. أكيد حاس الناس جواتها. الله يرحمه، كان بيتمنى يشوفها عروس. منيح اللي ما شاف اللي شفته أنا. شوي كنا أقرب. المي السبب. أعطيني يا بقى. يا الله. شفت العروس؟ لا. مهند عم يرقص مع بنت. فرجيني. هلأ صار دور جميلة. يا الآن سلميس ما شافت. تفضلي أنا بتفرج بعدك. يلا خلصونا. شو صار؟ لا ما في شيء. انت بردتي، خلونا نرجع. ايه لسه هلا اجينا. بكفي هالقد. يلا بعدين الناس يلي هون بيعرفونا مو حلوه بحقنا. يلا بشير تعال دفيك حبيبي. يلا خدودك مثل التلج. انا ماني ولد صغير، لا تعمليني هيك. وين راح عدنان بيك؟ ما بعرف وين راح، بس أكيد راح يغير جو شوي. طيب أنا راح أشوفه، أحسن ما يبقى لوحده. وليهم بالإذن. عم اتذكر صوتك، ما عم اتذكر الا يلي قلته بجنازة بابا، كتير ريحني. هيك لك كنت قايل لي ابكي، طلعي كل الحزن اللي جواتك. هذا الوجع ما اله مواساة، الزمن راح ينسيك اياه. وهيك عم يصير لفترة بسيطة، بتفكري باللي خسرتيه وبعدين بتزعلي على حالك، وبعدين بتصير تشتاقي له. كتير مشتاقت له. بعرف صعبة، الذكريات ما بتنمحى، ما بتنتسى أبدا. انتو هون؟ فكرتك رحت وما ودعتني. مشيت شوي. منيح مانك واقف لوحدك. أكيد سمر ما خلتك تمل بنوب. وهلأ تعال معي لجوا، لسه ما رقصت معك. بشكرك كتير، بس صار لازم أرجع على البيت، تأخرت كتير. لوين؟ مستحيل أتركك. لازم أروح، من زمان ما طلعت برات البيت هيك. الأولاد ما بيناموا حتى أرجع على البيت. على طول الأولاد. إمتى رح نعطي شوية وقت لحالنا؟ الزمن عم يمر عدنان بيك، صار لازم نفكر بحالنا شوي، ما هيك؟ طبعاً. شكراً كتير إلك، تشرفنا بحضورك عدنان بيك. شكرا لكم، بخاطركم. أنا رح أوصلك. ما في داعي، لا تزعجي حالك، أنا رح أتمشى شوي وبعدين رايح. شكراً كتير على حضورك يا بيك، انبسطت كتير بشوفتك. أنا أسعد، بخاطرك، بشوفك عن قريب. مع السلامة.
هاي وقفي شوي. شو حكيتي مع عدنان بيك؟ ليش مهتمة باللي حكيناه كل هالقد؟ حاطة عينك على عدنان بيك؟ وليش لا بالله؟ طلعي فيني، رح تتعاملي مع عدنان بيك باحترام، اصحك تتعاملي معه بوقاحة مثل ما تعاملتي معي. بكرة أو بعده بصير كل شيء. ممكن يكون في مشروع زواج بيني وبينه، عم يهتم فيني كتير، عم تفهمي؟ بشفق عليكي. Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel sevdim de, sevdim de. En son sana vuruldum, en son sana vuruldum. Dalgalandım da duruldum. ما طولتوا، ليش رجعتوا بكي؟ بردنا، مراد لازم ينام. يلا مراد خليني نايمك. لا تعامليني وكأني بيبي، عم اتضايق. شكرا لكم على كل شيء. تصبحوا على خير. وانتي بخير. لا خير ان شاء الله. تصبحوا على خير جميعا. وانتي من اهله. وانتي من اهله. ايه كيف كان؟ ما قدرنا نشوف مثل الخلق، بالناظور بس وعن بعيد. بس كتير كان حلو، الكل كانوا مبسوطين وعم يضحكوا. نهال شافت مهند بيك وهو عم يرقص مع بنت، أنا ما شفته. وشبه هالآنسة لليز، ليش كانت مزعوجة؟ ما بعرف، ما هي السبب برجعتنا لهون. خلونا نرجع، هلأ حدا بيشوفنا مو حلوة بحقنا. أنا رح نام، تصبحوا على خير. لا الخير. ما رح نخبر عدنان بيك إنه رحنا لهنيك، أوعكم تغلطوا قدامه. نهال بتقله تصبح على خير. وانتي بخير. تصبح على خير عمو. لوين رايح؟ رايح أسهر مع رفقاتي، تأخرت عليهم، صار لي زمان ما شفتهم. لا تتأخر يا ابني. تصبح على خير يا بيك. وانت بخير. تذكر صوتك وبس، صوتك وبس. بابا حبيبتي لسه ما نمتي؟ كنت عم بستناك. كيف كانت السهرة؟ منيحة. مليت مو هيك؟ أكيد ما انبسطت من دوننا. أنا ما رح أتزوج أبدا، رح نكون مع بعضنا دائما. ليش هيك عم تحكي؟ ما بدك يعني أشوفك عروس؟ لا ما بيصير، لازم تتزوجي. ما رح تحبي تضلي لوحدك، الوحدة بتعذب. رح يكون حدك اللي بتحبيه. بكرة منشوف. أنا رايحة نام، تصبح على خير. وأنت بخير يا حبيبتي. Thank you.
رح تتعاملي مع عدنان بيك باحترام، اصحك تتعاملي معه بوقاحة مثل ما تعاملتي معي. بكرة أو بعده بصير كل شيء. ممكن يكون في مشروع زواج بيني وبينه، عم يهتم فيني كتير، عم تفهمي؟ صباح الخير. وينو بابا؟ مانو بالمشغل؟ عدنان بيك طلع بكير. اها، لوين راح؟ ما بعرف. سمر ما فائت؟ طلعت من بكير. عم تذكر صوتك وبس، صوتك وبس. كنت حاسة إنك رح تجي. وأنا كمان. اليوم إجيت بس لشوفك. وأنا. حديثنا ما كفينا امبارح. بنكفي. امبارح لأول مرة بنام مرتاحة. بعد ما حكيت معك حسيت بهم راح عن صدري. من زمان كتير ما حكيت بصراحة مع حدا. يعني عم فكر. عم فكر فيكي. كتير غريب، كأني رجعت شباب من أول وجديد. من زمان حابب أحكي معك. عم فكر فيكي كتير. صار لي فترة منيحة وأنا عم حاول أحكي معك. صاير مثل مجنون، عشقتك بكل معنى الكلمة. يمكن ما لي حق. عم تضحكي علي مو هيك؟ عم ابتسم لأني مبسوطة. سمر، أنا متأكد من مشاعري. كنت نسيان إني عايش وإجيتي أنتي.
حبيب. كفي حياتي معك يا سمر. هيك حابب طبعا اذا بتسمحي لي. بتوافقي تتزوجيني يا سمر؟ Thank you.